انا السيد راه فاسد ماشي شي واحد محسن. انا الانتباه ديالي انا الله تقريبا شي 3 غادي باش تمشي لديك البلاصه كي قال لك واحد محسن تفرق عليهم شويه ديال لقمه العيش. السيد مشات قال لك تما قال لك الصداع الناس كيصوروا من الفوق ومن التحت الناس ما فهموا والو حتى كلشي كيضرب. السيد رشا لهم شي برودوي واقيلا داك الشمو. الانتباه ديالي مسكينه مريضه بالديخه حتى تستقل بها السيده قلبها مضروبه ما والو واش. ولكن هذا السيد راه ماشي محسن هذا راه فاسد هذا. لان الناس شحال من واحد كيضر كيقول بان هذا السيد اللي كيمشيو عنده راه السيد هذا راه بحال كيكوميرسي فيهم كيصوروا من السطاح عنده بارايات عنده شحال من حاجه. شنو شكون اللي توفى لك؟ منين نتوما؟ انا من دار بيدويا انا ما درتهاش. عاودي لنا اختي شنو وقع واش عندك شي حاجه؟ هذا السيد واش موالف كيعطيهم دائما ولا اول عام؟ لا كان عارف شي حاجه ما عندي تقوى غير ما عمري ما سمعت شي حاجه عطاهم ولا شي حاجه وباقا عايشوا هنا كنضرب جهد واحد ماشي جمعيه كيعطيهم ما كيعطيهم مشينا تما كاين الناس كانوا عاطين قال لك فوقوا عليهم الدخان فوقوا عليهم واحد الدخان اللي كان داخل تبقى الجومات وطاح الارض وبكوا كيعطوا عليه واللي برا هرب راه عمرو خاطري وخاتي كانت كلش من قدام الزوام فيها جبتي في الساعه دابا هي زرقاء كامله والدم تيخرج لها مني فهي غدا كتعز عينيها. انا بعرف الجزء دابا حالتها مشاو عنده قال لهم تيعطي المعاونه ومشات راجل قال لهم ما تمشيش ومشات هي مع العيالات تما مشاو شي 7 عيالات للدوار وجايه كتكسب هذا القدام والعيالات اخرين بقاو الله اللي كيعاودونا العيالات اللي جاو وحنا ما شفنا والو. قالت لك طلعوا عليهم بحال الدخان قالت لك دوك اللي طاحوا بقاو الناس كيهربوا كيعفطوا عليهم شمو داك الشيء قالت لك طاحوا قالت لك بقاو الناس كيعفطوا عليهم كيجريو كيعفطوا عليهم سبب لو خاضرين حالتهم راه ما يكون هما طاحين هما قالوا حق طاح عليهم الباريات ولا يكون طاح عليهم الباريات غادي يتهرسوا غادي يوقع لهم شي حاجه ماشي غادي يموتوا عاطي عملوا اول شي حاجه ومات المرول وهذا العام هما ماتوا 15. اش نقول لك انا لا مال بالله تعالى يا كتب الله هو هذا ما عندنا ما نقول تمت القشمية ما شاء الله. كنتي عارفها غادي تمشي؟ إوا لا ما بغيتش تخليها قالت لك عايش خليني نمشي بيت على الخبيط عند سارة شوية نفوج شادها من عنده نوبتين شادها من عنده الأول كيزحم بزاف وعملوني تحفظها الله غاتها شي جدامي هو اللي ولا نقدها بعد وليدات سبعة ما كيقول لهم شو العيالات الرجال لا هذا الشيء اللي كاين كيقول لهم الرجال لا والعيالات يجوا يعلم شي راجل اللي مشى ما عاد طلبها هما اللي كيمشوا كيعطيهم في الاولى بقاو العيالات داك الدعم سنويا كيعطيه المساكين والفقراء. استفدت منه نتايا؟ او استفدت شي مره هي اللي استفدت ولا شنو هي صافي منها بقيت استفدت 30 درهم في العام شحال كيصورك انا ما كنستفدش وانا معاق وغنجي ندخل الزحامات وغيبطوا عليا الناس يقتلوني انا نمشي في حالتي ما عندي ما ندير داك الشيء. واش كنعرفوا على لا هاد الشيء هاد الشيء ما دوخنا هاد الشيء اللي وقع كاع هاد الشيء اللي طرا. ايوا جاب هاك الشيء كيفرق فيه هنا عباد الله تموت وصلى الله شي قتل شي. كيبيع ويشري فينا. العالم كامل العالم جاي الكيلو تاع الدقيق. فين نشوفوا حنا؟ غادي يجيب هذيك المصيفه تاع الدقيق هنا فاتنا عليها وصلى الله. راه جاو من كزوله كل شيء. كل شيء نجات كتساهم مسكينه صح ما تاش بادي. ولكن الموت اكثر من الحي. اش بيد حدو على السبت يدور يزيد في دارهم هذا راهم هنا قريب السبت وصل النبي راه ساكن ودير المشروعات وراه يساهم بهذاك الشيء كيجيبو تاع كيتكرفس على الناس عنده الفارم عنده كل شيء الله خير عنده هذا ولكن ما كاين فايده على 2000 واحد 3000 واحد راه ما يمكنش يعطي لكل شيء في قطره واحده وهو مسؤول بهم راه هو اللي مسؤول بهم عيط لهم خصهم يدير النظام تعدى عليهم هو اللي قتلو في الثاني طلق عليهم شي غبره ولا شي اكسجين هو باش خنقهم. ديجا هضرت ديجا كانت ميتها شي مراه بالتوامه ديالها في كرشه وهاد وسكتوا دازت القضيه بمصر عطا الفلوس وهاد الخطره تعدى على الناس قتلهم الله يرقيالي وياخذ فيه الحق وخصو ياخذ العقاب ديالو وبغيت سيدنا يتدخل في هذا الشيء وياخذ العقاب لان الدالية خالتي وعز منها ما كاين في الدنيا مسكينه محتاجه كتعاون دارها وكتعاون وليداتها ولكن باش خريشه ديال الدقيق ما تساوي حتى شي 4 دريال وتولي ميتة على قبلها راه لا يمكن لا يمكن سيد واش 5000 واحد بيعطيهم في نهار واحد راه ما يمكنش قتلهم في الثالث طلق عليهم الغبره. انا كنسمع بانه كيشد التمويل وهو بالعاني دار هذاك الشيء خصيصا علاش
باش يوري لشي ناس كيعطوا الفلوس الله يعلم شحال كيشد بان راه شوف هاد الناس شحال محتاجين شحال كيموتوا بالجوع شحال كيديروا شحال كيفعلوا الله يعلم. حنا غير كنسمعوا فاش كنمشوا لهذيك البلاصه كيقول لك ها كاين وها كاين وها كاين كيجي تمويل من ايران من السعوديه الله اعلم ما عرفتش اختي اش كيعطي كيعطي جوج باكيات داتاي وشويه تاع الدقيق وشويه ديال الزيت هادشي اللي كيعطي الله يرزق الله تعالى الدار البيضاء كتال معاش وخدام الدار البيضاء كتال معاش عطيت وهي توفات لك هذه المرة عندها توفات أول قلت لهم علاش قلت لهم مشات لديك المعاونة اللي كيجيب واحد السيد في دار سيدي عيسى سيدي بولعلاب هو اللي قال لك مشات لك المعاونة دفعوا شي على شي مع شي أكثر من 10 ديال البشر المرة عندها التنسي وعندها مشي عندها حاملة عندها تيلاد سخف التاحت وطاو عليها واد مع سبعة اختي سبعة وليدة واش اللي كيقولوا الداخل انا ما شفتهاش انا ما شفتها من بحال ما هكا بنادم كاع وجهه زرق بنادم كله وجهه زرق ما نعرف كيفاش اختي راه مستحيل هذا وعاش محمد السادس فايتة ماشي عنده ماشي عنده واحد ديما كتكون فوضى واحد عمل ولا هربت ديما تمشي شوية مسكينة الله اللي غالب الوليدات والتعاون على الزمان الفقر الفقر هو اللي دار لنا هادشي داكشي ديال الفارم اللي داير داكشي اللي يديروا ما دايروش هنا كاين بلاصة أخرى خارج الجامعة ديالنا هنا ايوا هاد السيد اللي داكشي اللي دار صوت تنظيم اللي كاين هو اللي وقع هاد الحادثة داكشي خاصو يكون ليه تنظيم يكونوا ليه مقدمية ويكونوا شيوخ ويتفرق بنظام وهادشي اللي دار راه ما كيقبلش عليه المجتمع كاع نهائيا بصفة نهائية سير بيفرق شي حاجة كتكون في سبيل الله داكشي راه نسان اليد اليسرى ما تعلم على اليمنى السيد عنده سيارة كيدوز هنا بعض المرات فاش كنشوفو هنا كيجي هنا فين هو كيجي دي من هنا داير واحد البير الهايرة فين هو داير فيه الماء داير مدرسة قرآنية ولا شنو هي ما بقاش مفتوحة وكاين الدار عنده هنا ماشي كان هنا في البلاد كان كيقرب واحد الجامع من الجامع انتقل الدار البيضاء ما كانش هي معروف ما كنتش انا نيت بنفسي ما كنتش نعرف واد المنطقة الله يودي واد المنطقة ماشي انا بنكروه واد المنطقة